يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم فيقول ماذا أجبتم فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل والتوراة والإنجيل 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 والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طائرا بإذني طيرا بإذني كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طائرا بإذني كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طائرا بإذني كهيئة الطائر بإذني فتنفخ فيها فتكون طائرا بإذني وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى 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 بإذني بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين إلا ساحر مبين إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين إلا ساحر مبين وإذ كففت بني إسرائيل
إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا ساحر مبين منهم إن هذا إلا ساحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون أنا آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء أن ينزل علينا مائدة من السماء حتى استطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك
وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين لا أعذبه أحدا من العالمين لا أعذبه أحدا من العالمين فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك ولا أعلم ما في نفسك
تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم أن اعبدوا الله ربي وربكم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم أن اعبدوا الله ربي وربكم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم عليهم وأنت على كل شيء شهيد شيء شهيد شيء شهيد شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا خالدين فيها أبدا خالدين فيها أبدا من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وما فيهن لله ملك السماوات والأرض وما فيهن والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير على كل شيء قدير على كل شيء قدير على كل شيء قدير على كل شيء قدير